حياكم الله مشاهدينا الكرام، اجمل ترحب وانا التقي بكم وتوك شو جديد. طبعا عندي بالبدايه شغله بعيده عن موضوع حلقه اليوم. اليوم الموضوع هو الاقليم بين ضياع الاموال وقمع المتظاهرين، لكن اكو شغله اكتشفتها انه قصه بيع المناصب عند العرب وعند العراقيين بصوره خاصه شغله مو جديده، قديمه جدا. يعني تاريخ العرب والتاريخ العراقي على وجه التحديد حافل بيها. يعني يزيد بن عبد الملك كان يحب جارية اسمها حبابة، وهي كانت وراء تعيين عمر بن هبيرة القزاري على العراق، يعني صوروا بعدما قدم لها، طبعا هذا قدم للجارية هدايا وياقوت وجواهر. الربيع بن يونس الحاجب توسط ليعقوب بن داود لنيل وزارة في ولاية عبد المهدي، يعني ولاية المهدي، وكان ثمنها 100,000 دينار. طاهر بن الحسين كان يريد ولاية خراسان، فاشتراها من الوزير أحمد بن خالد ب3,000 دينار. نفس العدنة هسه تبيع للوزارة وأبيع لك الوزارة، القضية ما مختلفة جدا. أبو محمد موسى الهادي سعى لأخذ البيعة لابنه جعفر بن هارون الرشيد، وعرض عليه مقابل تنازله عن ولاية العهد 1,000 دينار، يعني 1,000,000 دينار بذاك الوقت شوية المبلغ يسوى، بس الظاهر يعني هي قضية ولاية العهد نفس رئاسة الحكومة. أبو علي بن مقلة تقلد الوزارة للمرة الثالثة بعدما دفع للخليفة 500,000 دينار، 500,000 دينار. شغب أم المقتدر العباسي أوصلت محمد بن عبيد الله الخاقاني للوزارة، يعني هاي أم الخليفة أخذت رشوة 100,000 دينار. ماكو يعني شغلة حلوة. البويهين كانت عندهم القضية طبيعية جدا، الرشاوي وبيع الوزارات، وتاريخنا إحنا مشرف وهذا الشبل من ذاك الأسد، فلا تفاجئونه ولا تضيع عليكم الصورة إذا شفتوا ناس تبيع وزارات اليوم او تبيع محافظات او تبيع نفط. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ورحب بكم وارحب بضيوفي. موضوع حلقه اليوم الاقليم بين ضياع الاموال وقمع المتظاهرين. يشاركنا الحديث في موضوع الليله الاستاذ مهدي عبد الكريم، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني. حياكم الله استاذ مهدي. ومعي عبر سكايب من السليمانيه الدكتور ازاد دوسكي، عضو الاتحاد الوطني الكردستاني. دكتور ازاد حياك الله. تحياتي لك استاذ الفاضل والضيف الكريم الاستاذ، ان شاء الله موفقيه دائمه. شكرا جزيلا لك دكتور. استاذ مهدي طلعت الشغله قديمه مو جديده، بيع الوزارات والمناصب. لا رحمه انا على الاقل على قولتك بالدراهم هسه صارت مليارات. هي نفس الشيء، كان الفلوس لها قيمه، يعني 1,000,000 دينار ذا هو مشتري رأس الحكومه 1,000,000 دينار ذهب بذاك الوقت. اي يعني هسه عادل المليار. اي ربعنا من ماخذين من ذاك الوقت هسه الحمد لله. مع كل المعلومه اللي وصلتني انه انتم اقليم كردستان عام 2019 صدر نفط بقيمه 8.4 مليار دولار. وهذا تقرير دولي مو مالتي أنا، يعني أنتج 170.9 مليون برميل من انضربت طلعت 4.8 مليار دولار. رغم هذا أقليم كردستان ياخذ رواتب من الحكومة الاتحادية، هاي الفلوس وين راحت؟ بداية تحياتي إليك أستاذ محمد وقناتك ومشاهديك وضيفة العزيز أخويا كاكا آزاد، آزاد المحترم. استاذ محمد جنابك يعرف انت هاي، اذا نتبع الاقاويل والتقارير وهذا قال وذاك قلت، انت تعال على ارض الواقع اللي موجود، واقع الحال اللي موجود عندنا في اقليم كردستان. يعني اذا نجيب لك اياها من 14 سنه ال 14 تم تصدير النفط وتم محاربه الاقليم، اساسا قطعت عنا الموازنه بكل ما تحمله من اعتبارات. هسه انا ارد اعوف ذنيك، جيت اعوف ذنيك 2019 2020. انت تقول لي 19 كانت هناك 20 عندك واصلك انت كاقليم، انت تقول 8.4 مليار. شي دليل هذا لو موجود عندي ما كان بقى الاقليم كردستان ينتظر رواتب من المركز. يا استاذ محمد يعني الاقليم ما كان يصدر نفط؟ يصدر نفط، بس ايش قد يصدر؟ 481 برميل نفط. ماشي اضرب لي اياها، اضرب لي اياها في سنه كامله يطلع عندك 170 مليون برميل. جيد 170، ها انت تحسب حساب كل هالاقليم، انت نصها لمن تذهب؟ المن؟ قيمتها الى الشركات المشاركه اصلا في استخراج هم حاسبينها. هذا واحد، هذا واحد. اثنين استاذ محمد هاي حاسبين وارداتكم لا 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 ما حاسبين استاذ مهدي. هذا الوارد الصافي 8.4. اذا نمشي على ما يقولوه
مو يقولون خو احنا واقع حال موجود عندي اخي العزيز. هذا تقرير دولي، هذا تقرير دولي. انت اذا التقرير الدولي تقول لي تجيب لي بدليل قدام هذا تقرير يعني دولي، ومثل ما تقول شركه سومو ومثل ما تقول وزاره النفط العراقيه. التصدير اللي اتحدى اكبر واحد يقول لي تصدير النفط ما عدا التهريب اللي يصير من غير جهات. من اللي يهرب؟ اها من اللي يهرب؟ اساني اقول لك يا اخوي يعني هسه بكردستان واحد يهرب البيشمركه تعوفه لا سايشه تعوفه. لا اسمح لي، بس اسمح لي لو بعلمهم، مو بس حتى نكون واضحين امام العالم ونعرف شلون نوصل فكرة. إذا كان التهريب إلى مدى الكيلومترات الموجودة على الحدود الإقليم مع دول الجوار، هذا لا تجيب مو بيشمركة، لو تجيب شمتكون ما تقدر السيطرة عليه. هذا واحد. اثنين، أكو جهات أساساً. منين يهربوا النفط؟ منين يأخذوا؟ أساساً يأخذوا أخوان. لا منين يأخذوا؟ أستاذ أنا أقول لك هذا النفط منين يأخذوا؟ أسا في سهل من مصافيكم؟ لا لو منين؟ أستاذ محمد أسا ليش؟ أسا أنت خط هاي الحقول تحت سيطرتكم. انا اعرفني من خط انبوب يفوت من يمك ما يضربوه ويشغلوه ويهربوه، ما دي يصير هذا بالتريالات دي يعبروا يا عيني. هذا واحد. اثنين، انت تقول موازنه 19 او 18 موازنه 19 كانت موازنه خصصت لاقليم كردستان 12.67 اي ما يعادل 12 تريليون. هذا المخصص إلى أقليم كردستان من ضمن الموازنة اللي لفقرة العاشرة المادة العاشرة فقرة جيم أول وحدة تقول إذا على أقليم كردستان أن يسلم المركز 250 ألف برميل. في الجوه برميل الجوه خل أقول لك اتحاد علينا، واليوم تتعارك أنا ما أتعارك يعني. الفقرة الجيم اللي تقول وراها تقول على أن ما يسلم الأقليم كردستان هذه العدد من البرامج إلى الأقليم المركز يستقطع من الموازنة المخصصة إليه اللي وهي عدد قلت لك إياها 12 تريليون عراقي 12.67 ده يوصل في زمن عادل عبد المهدي فقط 453 كل شهر مليار دينار عراقي يوصل إلى إذا تضربه في سنة يطلع 6 مليار يعني بما معناه 6 تريليون. وأنتم مصدرين ب 8.4 أخي أنت من تقول لي 8 أنت مصدر مليار. أنا مصدر لو مصدر هالكمية هاي ما كان انتظر. هاي مو أموال التهريب ما دخل بالتهريب، هذا بناء على عدادات كردستان. لا 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 العدادات موجودة مالتكم. حتى الأعداد موجودة 170.9 مليون برميل. أنا أقول لك إياها هاي عداداتكم الجيتشات مالتكم اللي قايلتها. أنت من يمك تجيب لي إياها؟ أنا جيب لي شيء واقع. لا لا أنت عميد أجيب تقارير. قال فلان قال فلان. شنو قال فلان؟ حبيبي الله بالخير عليك حبيبي. أنت أستاذ محمد أنت إذا حامي علي أنا حامي عليك. أنا أقول لك يا أقليم كردستان إذا أريد صدر حتى وإن كان شنو الإمكانية اللي عنده يا أخي؟ امكانيته حق كل هاي هسه مو يقولوا لي يقولوا لي اقليم كردستان هسه انا حسبت لك اياها على 451 يطلع عندك 170. اقليم كردستان حسب الحكي داسم يصدر مليون برميل يوميا، مليون برميل على 460 برميل على 460 برميل يوميا يطلع عندك 170 مليون. 481 460 يطلع عندك 170.9 زين هاي على 400 على كلامك مو على كلامي. زين انتم تقولون نصدر هالقد طلع صادركم 170.9 على راسي يطلع حسابه 8.4 مليار جيد دولار. جيد انت هذا على شقد سعر نفط؟ اي انت يا اخي صار لك شقد انت سنه كامله جائحه الكورونا اسعار النفط ليون وصلت؟ قول لي ليون وصلت؟ هاي ضربه العالم وضربه الاقليم وضربه العالم. هاي على العشرينات مو اكثر نزلت اكثر من العشرين صار على العشرينات نزلت. لا انت تحسب لي حساب انت على الخمسينات على الخمسينات يصير فوق 15 مليار. انت اذا تحسب لي هالحساب هذا اسعار النفط اللي مر به البلد والظرف الاقتصادي اللي مر به العراق والاقليم كردستان هذا ما خافي على احد. الدوله تسلمكم رواتب تسلم رواتب تسلمكم 400 مليار ايش وقتها شهريا بزمن عادل عبد المهدي قلت لك اياها هسه ذكرتك اياها 453 مليار كانت تسلمها لاقليم كردستان شهريا ما يعادل 6 تريليون. انطيتوا برميل من ضمنها مستقطع. انتوا انطيتوا برميل؟ ما نطيتك بس ضمن الفقره يعني ما انطيت برميل مدا اقول لك انت مستقطعه من عندي قيمه البرميل اللي انت ماخذها من انت ماخذها مني. انا موازنتي تطلع 12 تريليون انت بدك توصل لي 6. هذا ما مو بس انا دا اقوله احمد ملا طلع قبل شهر ذكر قال حصت بس بهاي بس بهاي بس بهاي. لا مو هكون الحق ملك شغله. لا الكلام مو صحيح. لا شو مو صحيح؟ كان الكلام لا 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 كله صحيح. كان يقول قال يا انت ليش مسئلون على ليش دندز 320 مليار دينار هو حصة الاقليم مليار ده نستقطب من عندها. مو بس هو قال الدكتور عادل عبد المهدي لما نقب في حكومته في مؤتمر صحفي لكل القنوات قالها قال احنا ده نستقطع من عندهم قيمه الضرر مال 250 ده نستقطع من المنافذ كل هذا انا قابل به شلون
أنا قابل كمل. لا قابل كملها سامي، شوف راح أفاجئك بقضية. هذا كله، هذا كله مو احنا دنقوله. لا لا انت اللي دنقوله. انت تقول الحكومة تستقطع من عندكم؟ طبعا ده يستقطع من عندك، كله ده الحكومة من عندكم. ليش موظفيكم بدون رواتب؟ رحمة الله على والدك. شو كنت صار بدون رواتب؟ صار شهرين. ثلاثة أشهر يعني قبلها ليش ما قلت؟ عشان مو رواتب توصل هنا قطعت علي. وعندك استقطاعات 21%. 23 قطعة حتى الاتفاق الأخير اللي صار 320 أنه يسلم الإقليم من أجل أنه نكمل عليه حتى نسدد به انقطع، هذا انقطع طبعا. ما يصير عندي اعتراضات. حياك الله مرة ثانية. عليكم السلام، أهلا. شكرا أستاذ الفاضل. شكرا لك دكتور أزاد. 8.4 تريليون، 8.4 مليار دولار مو تريليون، يعني تطلع بحدود 10 تريليون او اكثر من 10 تريليون قيمة الصادرات اللي صادرتها كردستان في 2019. بالمقابل كردستان لم تعطي للحكومة العراقية برميل نفط واحد خلال سنة كاملة، وكانت تستلم 400 مليار دينار شهريا. يعني احنا نعيد استاذ محمد هذا. لحظة استاذ مهدي، انا انطيتك المجال. انا هذا الامر دين عاد أنا هسه من مرة. انا هسه جاي احكي على 19، ما حكيت على 20. جاي احكي على 19 كردستان. يا دكتور أزاد، الحكومة الاتحادية سلمت الرواتب إلى كردستان، وكردستان صدرت ب 8.4 مليار دولار، يعني 170 مليون برميل نفط. وين ودت فلوسها كردستان؟ ممكن تقول لي إذا كانت هي فعلا مصدرة هذا الرقم، أموال صادرات النفط وين راحت؟ نعم أستاذ الفاضل، تحياتي لكل مشاهدين القناة الموقر الوطن. خلينا نحكي بداية عن المفهوم الدستوري، أو نقيد هاي الموضوع بمبدأ المواطنة. طيب. عوف المعادلات السياسية والمعادلات الاقتصادية، أنا أريد يعني نبتعد من المفهوم السياسي، نحكي باللغة القانون أو باللغة الدستور. كلام جميل. دون التمييز المواطن اللي بالإقليم كردستان، أنا راح أجي يعني اللي يتعلق بالموضوع حضرتك. خلينا نرجع للدستور، المادة 111 من الدستور عندما يتكلم عن الثروات الطبيعية يعتبر ملك لكل الشعب العراقي. والله كلام زين. زين، خلي أتكلم. أنا راح أحكي عوفة، لأنه هسه الشعب بالإقليم كردستان يعني مثل حضرتك قلت فوق 70 يوم ما مستلمين رواتب. زين. السبب هو حكومة الإقليم كردستان أو الحكومة الفيدرالية. أنا راح أحكي بالمنطق القانوني ومنطق الدستوري. مثل بداية برنامج حضرتك بأنه من 2005 أستاذ الفاضل. نعم. يعني صحيح كلامك، هناك بيع وشراء بعملية سياسية سواء بالمقاعد المجلس التشريعية والسلطة التنفيذية أو حتى كل المؤسسات الدولة بنى هاي الدولة على أساس القاطع المحاصصة. إذا نحكي خلينا نقيده بهاي الموضوع. زين، هاي شقد من وراء 2014 مواطن كردي قاعد في اقليم كردستان دا ينتظر. زين. لقمه العيش ماله. زين. يصير الخبر عاجل بالشاشات التلفاز. زين، انتم من 2003 الزمن معارضه العراقيه رحتوا للامريكا ورحتوا للبريطانيا، قلتوا راح ناسس الدوله الديمقراطيه والفدراليه. زين، خلي هاي نعرف هاي الشغله. وفق المادة 14 من الدستور، هو يعتبر الكردي شمحام الجنسية العراقية هو مواطن. خلي أكون صريح، هناك غياب تام للسلطة القضائية في الحكومة الفيدرالية والحكومة الإقليم. خلي نسوينا الدستور سند القانوني أو سند الدستوري. زين. عندنا بالمادة 47 المبدأ الفصل بين السلطات. المادة 93 من صلاحيات المحكمة الاتحادية، اي تنازع يصير بين الحكومه الفيدراليه زين والحكومه الاقاليم والمحافظات بانه الجهه المختصه هو السلطه القضائيه ومن ضمنها المحكمه الاتحاديه، مع الاسف الشديد بانه هسه لازم يصحح القانون الرقم 30 لسنه 2005. واحد من الاعضاء يعني الله يرحمه متوفي، وواحد من حال التقاعد. هاي السلطه القضائيه اللي الموضوع ده يتعلق باللقمه العيش قاعد. إذا شوف الدستور العراقي، شوف أستاذ الفاضل، عوفة هاي الموضوع السياسة، ذاك العضو بالذاك الحزب، وأني أحكي عن منطق المصلحة المواطنة سواء كان اللي قاعد بالبصرة. سؤالي 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 يا دكتور أزاد،
دكتور آزاد، نعم. سؤالي، إذا كان كردستان 2019 صدر بحدود 8.5 مليار دولار واستلم أموال من الدولة العراقية كرواتب للموظفين، يعني هاي الثمانية ونص هاي الثمانية ونص مليار دولار كردستان، حكومة كردستان، حكومة أربيل لم تسلم منها سنتا واحدا كرواتب، باعتبار أنه الرواتب كانت تصلهم كاملة. هو أجي هسه راح أسولف. هاي وين راحت؟ أنا اليوم أسأل كمواطن عراقي ممكن كإعلامي. العملية السياسية بكل دول العالم لازم يكون وفق الدستور، الدستور الدائم للعراق. وعندك يعني خلي أكون صريح وأجي وأقول صراحة، العملية السياسية أقليم كردستان وراء 2005 عند إقرار هاي الدستور أكو شيء يسموها محاصصة وتوافقات السياسية اللي يكفي المواطن، كل مواطن، كل مثل ما قلت يعني كل محافظات العراق، هو دستور سنة اتفاقات بين الحكومة الإقليم كردستان، حتى أني والمواطن البسيط ما يعرف شنو المضمون ماله. زين، اتفاقات سرية يعني؟ إذا هاي الاتفاقات، لا 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 دكتور، دكتور يعني أقول يعني الاتفاقيات سرية مثلا، مو سرية، غير علنية على حساب المواطن الفقير البسيط. هاي اللي انت هاي الأرقام اللي هسه قلت إياه، اسأل من أي مواطن أو حتى الأحزاب الأخرى، حتى لو مشاركة حكومة الإقليم كردستان، ما يعرفون شنو القضية مال العقد الخمسين سنة اللي بينات حكومة الإقليم كردستان والدولة التركية ما عدا حزب الديمقراطي الكردستاني. ليش؟ بسبب أخطاء السياسية. من اللي وقع هاي الاتفاقية؟ بالملف النفط. دكتور آزاد، بالملف النفط اللي دي يرتكبه الحزب الديمقراطي الكردستاني، قاعد مواطن بسيط دي ينطي ثمن ماله بالمحافظة السليمانية أو الأربيل أو دهب. هاي كلها الكل المواطنين هسه شوفها اليوم. يعني أنا بارحة قلت يا ريت ما يصير يعني المظاهرات مثل ساحة التحرير أو الحبوبي، قد يكون لا سمح الله استشهاد، بس هاي يعني لازم الأحزاب الحاكمة بالإقليم كردستان، عندكم دستور راجعوا عيني، الدستور يكفل كل المواطنين. بس هاي النزاعات أستاذ خلي أكون صريح، كل الاتفاقيات صايرة من المصالح الأحزاب الحاكمة اللي قاعد منطقة الخضراء، واللي أحزاب اللي قاعدة خلي نسميها اللي يمثلون حكومة الإقليم كردستان بأربيل. مواطن ش عنده؟ شوف خلي راجع أصلا شنو طالبة، هو يطلب لقمة العيش مال. ليش ما تتفقون؟ إذا عندكم مشاكل سياسية، الكعكة السياسية بيناتكم مشهم، وزعوا، بس أنتوا حصل المواطن البسيط. أستاذ خلي أقول لك يا أنا دا أمارس محامات محافظة سليماني، بس تعال شوف المحاكم، زين، شوف الطلاق، شوف التفريق، شوف الجرائم، السرقة والاحتيال والنصب، مهدمتوا العائلة الكردية، بعد شنو أنتوا قاعدين شلون ما تقولوا الشعارات الوطنية. دكتور آزاد، الحكم هو الأخير الفاصل هو الدستور العراقي. دكتور آزاد، أنت ذكرت قلت هناك اتفاقية بين كردستان بين حكومة أربيل على وجه التحديد، وقلت أنه بين الحزب الديمقراطي والتركية لخمسين عام، شنو هاي الاتفاقية؟ نحن ما نعرف أستاذ الفاضل، روح اسأل سلطة تشريعية، البرلمان الكردستان قاعد نائب بالسلطة التشريعية، السلطة اللي يمثل المواطن ما دي يعرف، النائب الكردي برلمان الكردستاني يقول أنا ما أعرف ما عدا حزب الديمقراطي الكردستاني. يعني خلي يكون صريح هشام، خلي يكون صورة واضحة، الحزب الاتحاد الوطني ما قاعد يتحمل هاي الملف اللي السياسة الخاطئة اللي يمارسها حزب الديمقراطي الكردستاني، وقاعد المواطن البسيط يعني وصل الحد راح ينفجر، الشارع الكردي راح ينفجر، وشلون هاليوم صار بمحافظة سليماني يعني، وعلى حساب شنو اليوم ما طالب شيء، يطلب هاي رواتب يعتبر أقل الحقوق الدستورية. أنت ما تقدر تعيش المواطن مالك، عوف السلطة ما بيشي. شلون يعوف السلطة العدو؟ هاي الثمانية مليار وغير الثمانية مليار والخمسين سنة ماخذ النفط، المن يتركها؟ خلي ينطون الدور للأحزاب المعارضة. أكو أحزاب المعارضة فعلا. يعني أنا اليوم سمعت أنه حرق مقر حزب التغيير ببلدة رانيا، ومتظاهرون حرقوا مقر حزبكم الديمقراطي الكردستاني، العفو، الحزب الديمقراطي الكردستاني ببلدة قلعة دزة، وصدامات بين قوات الأمن والمتظاهرين. يعني حركة التغيير مو تعتبر من حركات المعارضة في كردستان، لو أنا غلطان؟ أستاذ خلي يكون صورة واضحة، هسه التغيير صار جزء من العملية السياسية، يعني مستلم مناصب ويتحمل جزء من المسؤولية لوضع الراهن اللي بالإقليم كردستان.
وقتها من وقت المرحوم يجوز كانت نوشيروان كان عنده تأثير للشارع الكردي، بس هسه ما نقدر نسميها بأنه مشارك بالحكومة الإقليم كردستان ويقدر يشوف الدور المعارض اللي قبل كان. خلي أستاذ خلي أكون صريح، هاي كلمة يعني حد جملة، كل الأحزاب السياسية خلي نبتعد من المفهوم السياسي الضيق زين، نجي وأني قلت يا هو الحل الوحيد أو الحكم الوحيد بين الحكومة الإقليم كردستان، لازم هاي ملف النفط سلطة تشريعية أو البرلمان كردستان يستلمها من الحزب، يروحون يقعدون يتوافقون ويا السلطة التشريعية، عندكم برلمان اتحادي المنطقة الخضراء بغداد اتفقوا شوفوا مثل ما قلتك يا شوفوا ايش قد ايرادات مالكم وايش قد نفقات يابا الحسابات. ليش أربيل ما تفصح عن صادرات النفط الحقيقية، ولماذا لا تعطي للحكومة الاتحادية مبلغ ال 250 ألف برميل؟ أستاذ هاي الخير مال نفط الثروات الطبيعية، خلي أكون صريح لأنه هنا أنا مواطن كردي، يعني مع الأسف الشديد اتلفظ هاي المصطلح جايع بكل المفاهيم زين عيني زين. أموال النفط دكتور الأحزاب، الأحزاب الحاكمة بالإقليم كردستان اللي هم داخل السلطة، خلينا نستثنى الأحزاب اللي اثنين مشاركين لازم يطلعون هالإيرادات بيسووها بصفة شفاف، خلي يعلنوه بصفة، يعني لازم مواطن، يعني أنا قلت يا نائب أي نواب حتى النواب اللي بالأحزاب اللي مشاركين بالحكومة قاعد بالفضائيات ده يطلع يقول أنا ما أعرف طيب. ما أعرف شنو طيب العقد بين الإقليم كردستان والدولة التركية. سؤال دكتور، حزب الديمقراطي الكردستاني. دكتور آزاد قبل ما أرجع الأستاذ مهدي، سؤال إليك حتى أرجع الأستاذ مهدي وأجيك مرة ثانية، ليش ما شفنا تظاهرات بأربيل ضد على قضية قطع الرواتب أو غياب الرواتب؟ يعني شنو مثلا بأربيل أكو رواتب تتوزع؟ هو أستاذ خلي نكون صريح، هاي سؤال يتعلق شلون ما تقول بالمفهوم الإعلامي أكثر ما يتعلق بالحقوق المواطن زين. يجوز ذاك التلفزيون أو ذاك فضائية يقولون مثلا بالسليمانية، هاي سليمانية تاريخ ماله، يعني حزب مع المرحوم مام جلال، يعني يجوز أنا ما أريد أشد على ذلك بأنه لكل الفضائيات يعرفون بأنه محافظة سليمانية ما يتعلق بالحرية يكون أكثر متواجد مقابل محافظات أخرى بدهوك أو بأربيل. هاي الشغلة السؤال حضرتك أنا أتصور ما موضوع يعني شلون ما تقول الجوهري اللي يتعلق بحقوق المواطن. أنت الجوهري هسه هنا أنا أستاذ الفاضل اللقمة العيش زين عيني، أنت تتحدث تقول أكو حقوق، تتحدث تقول عندنا في السليمانية حقوق إنسان وحريات، لكن اليوم تم غلق قناة الـNRT الكردية في السليمانية، من غلقها؟ بكل التأكيد أكو حالة طارئة حتى بالسليمانية. يعني أنت حضرتك قلت بأنه قبل ليش ما يصير مظاهرات أربيل ودوق حظة للأمن، أني هاي يتعلق بالأجهزة الأمنية، يعني اختصاصي بالقانون، يعني ما أعرف داخل غلط السلطة غلط قناة فضائية ما لا دخل بالأمن، يعني غلط قناة فضائية وفق المادة، صحيح وفق المادة 37 من الدستور تعبير عن رأيي سواء كان بأي وسائل يعتبر حقا من الدستور، حتى لو كان بالسليمانية وأربيل حتى لو بالبصرة نحن مقيدين لازم نبتعد حتى لو بحكومة الفيدرالية. أستاذ طيب الفاضل أبقى يعني أبقى الله عليك هسه عوف شلون ما تقول المفهوم الحزبي الضيق، خلي نشوف الحلول للمواطنين إقليم كردستان حتى اللي المظاهرات اللي صاروا بصحة التحرير طيب. حلول هو الأول والأخير التزام بالدستور وإعطاء الحقوق جيد. المواطنين وفق هذه الدستور. أبقى وياي دكتور، خلي أتحول إلى أستاذ مهدي وأرجع لك مرة ثانية. أستاذ مهدي حياك الله مرة ثانية. مطالب المتظاهرين هاي المرة تختلف عن أي مطالب سابقة عندكم في كردستان. يقولون المتظاهرين وهاي مو من عندي أنا، هم كلامهم وسمعته، حكومة إقليم كردستان ليست لديها القدرة على الإصلاح أو دفع المرتبات، وعليه فنحن كمتظاهرين نطالب بحل حكومة الإقليم وإجراء انتخابات مبكرة وحل مفوضية الانتخابات اللي وصفوها بأنها حزبية
وتشكيل مفوضية جديدة برعاية الأمم المتحدة. هاي متظاهرينكم، جمهوركم اللي جاي يحكي، جاوبوا. أستاذ محمد، أولا خلي أهم أو بالمناسبة السؤال اللي قبله ليش ماكو مظاهرات بأربيل؟ تعطيني مجال أشرح، بتقاطعني لأنه من تقاطعني أنا وكنت مالك، فخلي أوصل الفكرة للعالم حتى هم أنت مرتاح. أريد أعرف ليش بأربيل ماكو مظاهرات؟ جايك تخاف الناس؟ جايك لا واقع. جايك هسه تقول لي إيش أول مرة، وأجاوب أولا على أستاذ آزاد العزيز الغالي. أولا هو يعرف والكل يعرفون أنه حكومة إقليم كردستان ليس فقط حزب الديمقراطي الكردستاني، هي بها مشاركة بها الاتحاد الوطني، التغيير، الاتحاد الإسلامي، نائب رئيس الوزراء أستاذ قوابات من الاتحاد الوطني، وزير المالية من حركة التغيير، بعض الوزراء كلها مشاركة في من في القرار. يقول لي سألت على مدة 50 سنة والاتفاقية اللي يذبها برأس حزب الديمقراطي. يا أخي ما ممكن هناك حكومة موجودة، وقبل حوالي 3 أسابيع السيد مسرور البرزاني اجى للبرلمان اللي اقليم كردستان ولمدة 14 ساعة شرح كل المشاكل، كل اللي موجود عند الاقليم، من نفطية، من اقتصادية، من سياسية، لكل النواب اللي من ضمنهم المعارضة اللي يقولون احنا معارضة كلها، وما حد استطاع بعد من وراها انه يجادل او يشرح او يعطي نقطه، باعتبار انه كلها تم شرحها وتوضيحها لها من ضمنها عندي حتى هذا عندي الاتفاقيه تصريح هذا عندي الاتفاقيه تصريح اللي تقول عليها. لا عندي تصريح حتى يقول انا ما هم على اتفاقيه 50 سنة غير اقاطعك شويه. اي بس اقول لك شنو هي عندي الاتفاقيه. عندي تصريح للدكتور الدكتور محمد يوسف رئيس برلمان كردستان السابق. ولا أستاذ غالب هم نفس الشيء، هذا هم من التغيير، هذول هم اثنيناتهم أصلا مشاركين بالحكومة، واثنيناتهم وزير مالية من عندهم، ويعرف بكل الأمور وبكل الخفايا، فعيب عليهم. أنا أقول إنه واحد يكذب إلى متى؟ 50 سنة اللي تقول على الاتفاقية اللي تذكر هم يقولون إيه؟ أي واحد يقولها 50 ترش هي يا أخي مو بيع نفط. أنا أقول لك هل معقولة تركيا تأخذ 50 سنة اللي قدام وما تعرف سعر النفط، هو بيوم وليلة يصعد وينزل، تأخذ 50 سنة قوترة تأخذها؟ ماكو شيء. الاتفاقية اللي صارت على نقل شلون أنبوب يمر عبر إقليم على الأردن، عبر السعودية، عبر البصر، على بقية الموانئ دي يمر عبر تركيا، أكو اتفاقية هذه الجباية اللي دي يأخذوها. هذا اللي اتفاقية اللي دي يقول لي 50 سنة ماكو شيء. أنا أسلم يعني نفط الاقليم او نفط العراق كليته يوصل الى 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 50 سنة اللي قدام، لا من تركيا تقدر تتحملها. انت بالعقل اخذها، بالعقل تاخذها انه انت تقيس على $50 هاي المده 50 سنة؟ ما ممكن. نفط ده ينزل الى الصفر وده يصعد، ما تعرف ليش وقعوا. انا اقول لك هذا النسبه اللي ماخذتها تركيا على مرور النفط يو 2% و 8%، ما اعرف العدد، بس هذا اللي قانون اللي والاتفاق اللي صار. هذا هم شركات رسميه دوليه متخصصه بهذا الموضوع. هذا جانب. جانب الثاني يقول يعني مثلا اللي ده يحصل هناك بس الاحزاب الديمقراطيه، ماكو شيء. حزب الديمقراطي قلت لك يا على رئيسه السيد يعني ما جاي يمارس دكتاتورية. شوف اذا اكو دكتاتورية تقول عليها جنابك وما تطلع مظاهرات. ليش ما طلعت بأربيل؟ ليش ما طلعت بدوها قبل فترة؟ لا طلعت يا عزيزي، ومن حقهم. تري ليش من حق العالم؟ اني من حق العالم. انا سؤال هم طلعوا متظاهرين، سوت لهم ماكو شيء. مسؤول نائب من النواب تم الاعتداء عليهم، من نواب اقليم كردستان هسه راح اقول لك حجيب على التظاهرات، راح اجيب لك على التظاهرات وضربت القوات الامنيه. انت في بغداد، انت في بغداد، في بغداد، في بغداد شنو اللي صار بالتظاهرات؟ ما صار بيها من دسين، بس خليني اكمل لك. ما دخل بيها من دسين، ما دخلوا بيها ناس تريد تخرب اصلا تجعل فتنه. هناك نفس الحالة، عندنا حزبين مع حركتين يدعون انه حركتين، يعني مع كل احترامي انه خاصة الان ار تي ليش غلقوها؟ هسه انت ليش في مصر، مصر دولة كبيرة زين، سدت قناة الجزيرة، ليش سدتها؟ تبث السموم، تدمر الشعب. احنا نفسنا هنا في الجزيره مو سديناها، ما كانت تبث لنا السموم والمتفجرات والافكار السيئه والمميته للشعب، سدوها يا ما سدوها. انت هم نفس الحاله. انا عندي ابو الان ار تي هو من وسشوار، هذا اللي هو اساس الفتنه اللي ضربوه قنادر شبعه وطردوه من مكانه. والله ليش ما شفت انت مظاهرات عليا طلعت جماهير اللي طلعت عليه ضربوه بالقنادر؟ ليش؟ لانه فاسد. باقي $3 مليون من منطقه سليمانيه الهافالانج المشروع الواحد، ومطلوب من قناته لهذا السبب، وفاسد انه ياخذ. تريد شو يسوي النواب مالته يا اخي؟ يصورهم
وهذا يهددهم. هذا حتى تقول حتى خلي يقول له هذا اللي داعش هذول يعتبرون نفسهم معارضه بايع نفسه لاجندات خارجيه واجندات داخليه. انت تقول هاي القضيه طيب انت ما تقنع يمكن ما تقنع بها من داعش الدكتاتوريه. اذا تقول ماكو دكتاتوريه ليش ماكو اي تظاهره في اربيل؟ انا اقول لك ماكو هسه ليش ماكو؟ ليش؟ اولا يعني باربيل الرواتب ماشيه؟ لا 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 حتى هنا حتى بسليمانيه تبر قبل يومين توزعت الرواتب وصلت رواتب بس اكو جهات يا اخي مثلا اوصل لهم رسائل اني كردي فيلي من بغداد لأحزاب الموجوده في سليمانية او في اقليم كردستان بشكل عام خاصه احزاب الفاسده او الحركات الفاسده اقول لهم كافي عد كذب كافي نفاق كافي تشويه بصوره اقليم كردستان لانه تقول الواردات اللي تروح روح شوف البنى التحتيه اللي موجوده في اقليم كردستان مشاكل اقليم كردستان فقط في الرواتب الان صارت وسببها كان قطع الموازنه على اقليم كردستان لهذا السبب قبل سنه ما كان اكو شيء لانه انتم لانه هذا اتفاق صار الان اكو اتفاق في كردستان ما تسلمون عائدات النفط بغداد بالتالي بغداد تقطع عنكم اكو توجه كان من اول يوم الزعيم مسعود البازاني اجى على بغداد مع الدكتور عادل عبد المهدي خلى النقاط على الحروف انه نحل كل المشاكل تصفيرها خلى النقاط على الحروف وراح اجت لجان واشتغلت لمده 8 أشهر هذه اللجان وضعت اليات حل وكان المفروض ان يطبق في شهر الواحد ولكن مع كل الاسف اللي بس وصلت سؤال اللي لا ما سؤال. ما تم التنفيذ بها لانه اسقطوا حكومه عادل عبد المهدي وبقت على نفس الحاله واستمرت مع مصطفى الكامل. عندي لك سؤال. النائب عن كتله التغيير في برلمان كردستان تعرف انت علي حما صالح يقول ان خزينه اقليم كردستان لا تستلم سنتا واحدا من معبر سيمالكا من الجانب السوري متحديا الجميع وانا هسه هم وياه اريد اتحدى الجميع بكشف مصير هاي الاموال حيث يقول الرجل أن هذا الإقليم أو هذا المعبر في الإقليم يخضع لسيطرة شركة خاصة من جانب الإقليم ويسيطر عليه من الجانب السوري مسؤولان من قوات حماية الشعب المقربة من حزب العمال الكردستاني. تقدر تقول لي هذا المعبر بيد منه؟ أستاذ محمد إذا تجينا على المعابر الغير رسمية هاي موجودة حتى بالمناطق الجنوبية مناطق اللي عندنا هناك 4 منافذ أو 6 منافذ رسمية اللي موجودة عندنا البقية أكو مناطق هسه يمكن قبل فترة ذكرها محافظ ديالة برويز خان هذا على دربندي خان وجماعته والمناطق على سليمانية هذا خارج السلطة ما حد يقدر يسيطر عليها ليش؟ ما هاي وحرس الإقليم وين؟ أقول لك حرس الإقليم اللي موجود وأقول لك مافيات إذا على التهريب تجيني أكو مافيات مثل ما موجود بالجنوب موجود بالشمال. هسا أنا ما قلت لك على الجنوب جاي أحكي وياك على الشمال. أقول لك في إقليم كردستان أكو مافيات يا أخي. المن تابعة. تابعة هي مافيات هي مافيا هي مافيا التهريب. تشتغل الوحدة. طبعاً أنا أقول لك يا أنت ما تقول لي تريد تخليها براس حزب الديمقراطي الكردستاني. أنا هسا أنا جبت حزب الديمقراطي. تريد أنا جبتكم بالطاري. ماكو أحزاب ترى متنفذة مو بس الأحزاب الموجودة هناك أكو عصابات تشتغل هسا في سهل نينوى يهربوا إذا باعوا على إقليم كردستان. تعرف؟ خلي أرجع للدكتور. لهذا السبب أنا بس آخر فقرة أقول إنه الآن أكو نية صادقة لكل الأطراف خاصة المركز والإقليم حل هذه المشكلة. أولا يحلون يقرون قانون النفط والغاز ينحل هذا. اثنين أكو وفد طرح مبدئين أولها تسليم النفط كله. إيش قد عدد السكان قبل ما أنتقل؟ تسليم النفط كله أو 250,000. سامر الغضبان بوقتها رفض. عدد سكان إقليم كردستان الآن 5 مليون لا أكثر. إيش قد 8 يا 8 إذا مو 9 ما أدري يعني حسب معلومة ما صار. دكتور أزاد إيش قد عدد سكان الإقليم؟ فوق 5 ملايين صحيح معلومات مالك. 5 ملايين مو تمام؟ فوق يعني نعم. أنا المعلومة اللي عندي يعني. أقل من 6 مليون مواطن أكثر. عندي في إقليم كردستان 8 يمكن لا المواطنين يعني الأكراد يعني أكراد أستاذ الفاضل يعني لا أنا سؤالي بعد سؤال أستاذ ما صار عندنا حسابنا دكتور أنا سؤالي بعد سؤال من أقول عدد مواطني إقليم كردستان ما يتجاوزون 6 مليون مضبوط كلامي؟ لا هاي المصادر نقدر نسميها مصادر يعني غير رسمية أو الحكومية يعني عن طريق وزارة وزارة التخطيط ووزارة التجارة إلى آخره. أنا اللي أقصده أنه هل من المعقول أنه الإقليم الذي لا يمتلك أكثر من 6 مليون مواطن لديه 1,200,000 موظف؟ صحيح العدد الموظفين يعني
وفق العدد السكاني. حتى المسؤولين حكومة الإقليم كردستان كل تصريحات مالهم بأنه بيقولون عندنا المشكلة بعدد التعيينات اللي صاير قبل ما يصير مشاكل بين حكومة الإقليم كردستان والفيدرالية ما يتعلق بالميزانية. أستاذ الفاضل، يعني هاي اللي حضرتك سألت وفق المادة 110 من الدستور، صلاحيات الحصرية الحكومة الاتحادية إحدى من الصلاحيات هو من اختصاصه يسوي إحصاء. يعني هاي كمعلومة دستورية أو القانونية، اعرف ما عندنا دكتور بالعراق دكتور إحصاء دكتور رسمي انا اللي صاير حتى. اريد ابتعد عن النصوص القانونيه والدستوريه الان، اتحدث بقضيه سياسيه، اتحدث نعم بقضيه ما مصير الاموال والعائدات الماليه التي تدخل لاقليم كردستان غير النفطيه من المنافذ وغيرها والمطارات، ما مصير صادرات النفط اللي هي 8 تريليون بالعام 8 مليار بالعام الماضي، وبهاي السنه انت مصدر بحدود ال 1.9 مليار دولار، يعني تقريبا مليارين دولار مصدر فقط في الربع الأول، إذا حسبناها على أربع أرباع بالسنة فأنت أيضا مصدر بحدود الثمانية مليار دولار هذا العام، منا إلى نهاية صحيح العام يعني راح توصل 8 مليار. ورغم هذا أنت ككردستان ما زلت تطالب حكومة بغداد بإعطائك الرواتب، الأموال وين تروح دكتور؟ خلي أكون صريح، راح أجاوبك مثل حضرتك قلت بأنه السؤال مالتك شقين. يجوز أني سألت أو جاوبت بصفة قانونية ودستورية حتى نشوف الحلول للمشاكل السياسية إذا يطبق القانون أو الدستور. زين، يعني هاي قصدي كان إذا يكون مواطن ما يدي يسلم الرواتب ماله، زين، والإيرادات حتى حوف الملف مال النفط، المعابر والمنافذ مثل حضرتك هاي المعلومة اللي سيمالقا قلت إياها بأنه ما يتعلق بالأستاذ علي حمى صالح. نعم، هناك تهريب للنفط والتجارة بين الدول، هاي شلون ما تقول الإيرادات ما ادري داخل الموازنه الميزانيه لحكومه الاقليم كردستان. استاذ عيني، خلي اكون صريح او انطيك اياه جواب مثل ما يقولون عربي بيت القصيده. اي ايرادات اسال من عندي اذا ما يدخل بالميزانيه لحكومه الاقليم لا تدوخ، يعني شلون ما تقول عربي شوف بجيوب الاحزاب السياسيه. هاي مفهوم سياسي، خلي اجاوب. هيئة حقوق، ما عندك يعني جهة رئيس قضائية. رئيس هيئة حقوق الإنسان في كردستان ضياء بطرس منذ بداية آب، يعني قبل 3 أشهر أو 4 على وجه التحديد، إلى الآن تم اعتقال 305 من مواطني كردستان بتهمة تنظيم التظاهرات. ليش الدستور مو كفل حق المواطن بالتظاهر يا دكتور؟ على شنو بكل يعتقلون؟ تأكيد، على شنو؟ ليش؟ مادة 38 من الدستور بعد العراقي فقرة ليش الثالثة. ممكن تعطيني شنو سبب اعتقالهم؟ لأنهم منظمين تظاهرات يعني؟ أستاذ، يعني أنا قلت يا مادة 38 من الدستور العراقي واضح يكفل الحق التظاهر لكل مواطنين. وفق المادة 18 من الدستور هو مواطن كردي شام حامل الجنسية العراقية، يعني هذا نعم الدستور نافذ كل مواطن بالنسبة له لنا حق. حتى بالإقليم كردستان. خلي أكون صريح أستاذ، اللي ما يتعلق بهاي الوضع أو الاحتجاجات أو المظاهرات أو ندور الحلول، أنا البداية شم قلت يا ويعني مع احترامات للضيف الكريم بأنه قال الأحزاب الأخرى يعرفون بأنه الإيرادات مال أو العقد المبرم بين الحكومة الإقليم من كردستان ومع الدولة تركيا ما جاي ما عدا الحزب الديمقراطي الكردستاني. أي مسؤول حزبي أو عضو داخل مجلس النواب الإقليم كردستان قانون يقول العقد شريعة المتعاقدين، يعني نعم. هاي العقد صار على المصالح الشعب. يعني لازم هسه إذا بالمحاكم تروح عندك القضية روح للتبليغ حتى يشوف شنو مضمون التبليغ ماله. الشعب ما يعرف، نعم. النائب ما يعرف. أستاذ آزاد، قبل 4 أسابيع السيد مسرور البرزاني أستاذ كان مهدي. أستاذ مهدي في البرلمان أستاذ وشرح مهدي. هذا الأمر يعني كله أستاذ مهدي. لمدة أستاذ مهدي. 14 ساعة. أستاذ مهدي أنا أنطيك حق الرد. تقدر صحيح هم مشاركين
لا لا شرح هذا الامر كله، شرح حكومه الاقليم كردستان، رئيس حكومه الاقليم كردستان كله شرح تفصيلا 14 ساعه. اذا ما عندهم شيء وفق لهذا العقد، بانه صاير مشكله كبيره بين حكومه الاقليم. هو العقد دكتور ازاد، دكتور ازاد، دكتور ازاد بس عفوا، لا لا هو بلحظه، 250 الف برميل مع نعم انا سؤالي اريد اوصل لك حتى تقدر. العقد استاذ مهدي يقول على خط الانبوب، يعني احنا ننطيهم كترانزليتد، يعني هاي لانه عندنا شيء يعبر من عندهم، هذه مو بايعين لهم النفط، انتم ككردستان بعتوا النفط لخمسين سنه. صحيح. زين الجواب كلش يعني نقدر نسميها سهل، يعني الجواب زين، اذا هاي العقد ما عنده مشكله، الحكومه الفدراليه كم مره قال وفق لهاي العقد خليه يكون نافذ، انطينا 250 ألف برميل و50% الإيرادات مع المنافذ والمعابر الحدودية، راح أدس لك يا 12% الميزانية إقليم كردستان. زين إذا مو مشكلة لهذا العقد، حتى الحكومة الفيدرالية قاعد ما يعرف شنو، يعني على شنو متعاقدين، ليش ما يظهرون على شنو المضمون مالها العقد المبرم بين حكومة الإقليم كردستان والدولة التركية. زين ليش هو اليوم دكتور ازاد ما صحيح استاذ الفاضل، يعني دكتور ازاد هاي المعلومه غلط. اليوم هل بامكان كردستان احزاب، هل بامكان ديوان الرقابه الماليه الدخول الى كردستان باعتباره ديوان الرقابه الماليه اتحادي يشرف على انفاق الاموال في الحكومه العراقيه في كل محافظات العراق بدون استثناء، هل بامكان ديوان الرقابه ارسال موظف واحد مو اكثر أن يذهب إلى كردستان ويدقق حسابات وحدة من وزارات الإقليم أو معبر من المعابر؟ صحيح، وفق الدستور عنده صلاحية كاملة. أنا يقدر يروح؟ لا يقدر يروح وفق القانون والدستور. خلي أكمل. وفق المفهوم السياسي أستاذ، خلي أكون صريح، وفق المفهوم السياسي بأنه العملية السياسية بالعراق من 2005 لحد الآن، شلون ما تقول على اساس المحاصصه الحزبيه. اذا نتكلم عن الدستور، اذا نافذ الدستور العراق بالحكومه الاتحاديه او حكومه الاقليم، شوف استاذ الضيف الكريم كم مره انت قلت اياه، اكو تهريب يقول والله بالجنوب وسط شاي تهريبه، لا يعني بالاقليم ما اكو تهريب، انا قلت اكو مافيات. ما يصير استاذ، يعني هل قلت اكو مافيات؟ سؤالي الاخير، سؤالي الاخير لك دكتور حتى انتقل هنا واختم ويا استاذ مهدي، سؤالي الاخير لك وهو سؤال الى فخامه رئيس الجمهوريه في الدوله العراقيه وهو حامد الدستور، ما هو موقفه؟ نعم، من الماده 50 بانه هو مش مثل اعضاء النواب يمين بالضبط الدستوري. بالضبط باعتباره حامد الدستور، شنو موقف حامد الدستور من ضرب واعتقال المتظاهرين وقد ضمن لهم الدستور حرية التعبير والتظاهر السلمي؟ شو ما شفنا حامد الدستور تحدث أستاذ الضيف الكريم، أنا متفق وياه، يعني مع الأسف الشديد أنا راح ما أحكي، لأنه أنا اللي دي يشوفه شنو المعاناة المواطن داخل القبة محاكم السليمانية. حضرتك هاي السؤال والضيف الكريم هشام قلتها، مع الاسف الشديد حتى المعارضه باقليم كردستان ما قاعد يشوف مصالح، خلينا نسميها وفق المبدا المواطن. هاي اذا واحد انسان واعي او شلون ما تقول يفهم شيء من السياسه، صحيح يعني الضيف الكريم قلت اياه عن حركه التغيير وعن حركه الجيل الجديد، استاذ عيني هم عندهم نواب، خلي يكون صريح وبس اكمله، زين كل الشغل مالهم من الصبح، احتراماتي يعني السلطه الرابعه ضروري وشلون ما تقول اكمال العمليه السياسيه، بس السلطه انت نائب داخل القبه البرلمان الاتحاديه، زين ما يشوفون المعالجات القانونيه، هل قد القصد او الباله يجي يحكي بالفضائيات، مو باله شوف شلون يشتغل داخل المجلس النواب العراقي او حتى داخل مجلس النواب اقليم كردستان برلمان كردستان. هاي مو نائب، يعني انا متفق ويا ضيف، يعني حتى الشعب اقليم كردستان اخليه يكون صريح، هاي مو دفاع للاحزاب السياسيه، لا وما راح يعني شلون ما تقول ابتعد نفسي من جواب سؤالك، كل شخص واعي
يشوف المصالح وفق المبدأ المواطنة، خلي يباوع يشوف حتى النواب، حتى النواب الأحزاب الحاكمة. طيب. منطقة الخضراء هل قد ما يدورون يحجون احتراماتي شلون ما تقول الشاشات دحين يروحوا أنتم ممثلين المواطن. نعم. المادة الخامسة من الدستور يقول الشعب مصدر جميع السلطات. احنا يعني هم جزء من المشكلة. الشعب المعارضة لا يمتلك كردستان، هاي بيت القصيدة، جزء من المشكلة، هم ليسوا جزء من الحل. السؤال الأخير لك، تريد تتعارك انت حتى لا والله. بسؤالك لا والله. سؤالك لا والله شلون لا مر لا واحد لا والله اضربه بوكس لا 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 سؤال الأخير سؤال الأخير لك قول. يعني أنا أريد تجاوبني بدقيقة واحدة حتى أختم. بقيت. أعلن أساتذة الكردية الدراسة الكردية في كركوك إضرابهم عن العمل لحين الاستجابة لمطالبهم المتمثلة بتوزيع الرواتب ومساواتهم مع قرانهم في الدراستين العربية والتركمانية، ويطالبون بنقل رواتبهم من كردستان إلى بغداد. لو كانت كردستان عادلة أو حكومة أربيل عادلة بالتعامل مع مواطنيها وموظفيها اللي هم 1,200,000 680 عدد الموظفين المتقاعدين والشهداء المؤنفلين ينحسبون عليهم وجنابك يسوي لها مليون شوي. هسه أنا ما عندي مشكلة 680,000 هم أجوياك وأجوياك وأراويك إياها. والعدد السكان اللي تقول عليه 187,000 موظف عندك في دهوك. دهوك عدد سكانها ما يعادل أبو الخصيب الواحد. لا عزيزي هاي أنت دا تقول مدينة الصدر الآن قبل 5 سنين كانت 3 اليوم 5 ما أدري 6 بس مدينة الصدر. يعني شنو إقليم كردستان بقى على عدده 8 مليون لحد هاللحظة، وأنا أقول لك إياها ومسؤول عن كلامي يا أخي، خلي يصير إحصاء ذاك الوقت نتمنى تقول لي 5 ملايين نتمنى ما ممكن. تري ليش ما ممكن؟ لأنه محافظة حلبشة صارت محافظة بخمس نفرات يصيروا يعني محافظة. قصدي من الكلام بخمس نفرات يصيروا محافظة يعد السكان زاد يا عزيزي. لهذا السبب انت ايه على شكل اقول لك اياها 8 مليون، واذا ما صار 9 هاي اقليم كردستان 3 محافظات. يعني على هالحساب العراق صار 50 مليون. ليش اساس قد تحدد 47 استاد؟ هاي اذا ما تدري بي راح يصير 50 في السنة لسنتين يصير 50. الله يزيد ويبارك بالعراقيين. طبعا سؤالي الى حامد الدستور فخامة رئيس الجمهورية، لم نسمع منك اي تصريح، وانت كردستاني من السليمانية، لم نسمع منك اي تصريح لحفظ الدستور وخصوصا في فقرة حرية التعبير والتظاهر السلمي. تحياتي لك، شكرا جزيلا. في الختام لضيوفي كان معي الاستاذ مهدي عبد الكريم عضو حزب الديمقراطي الكردستاني، والدكتور آزاد عن الاتحاد الوطني الكردستاني. شكرا لك دكتور آزاد. أحبتي حتى ألتقيكم يوم غد، نترككم في عراق آمن.